السلام عليكم طلاب، إن شاء الله بصحة وعافية وخير وسلامة. اليوم تجربتنا لهذا الأسبوع إن شاء الله راح تكون بعنوان Surface Tension. Surface Tension نقصد به هو الشد السطحي. What is the surface tension? Surface tension is defined as the tension of the surface film of a liquid caused by the attraction of the particles in the surface layer by the bulk of the liquid, which tends to minimize surface area. It is due to the phenomena of surface tension that the drops of water tend to assume spherical shape to attain minimum surface area. شنو المقصود بهذا الكلام طلاب؟ هنا نقصد انه surface tension او الشد السطحي راح يصير هناك قوة شد لسطح السائل، سطح او طبقة السائل السطحية راح يصير بها قوة شد. طبعا هذا التأثير راح يجعل الطبقة السطحية للسائل او اي سائل تتصرف كورقة مرنة، وهو السبب ايضا للخاصية الشعرية. او نقدر نقول surface tension بمعنى اخر a measure of elastic force strength in the surface of a liquid. Also surface tension is defined as the amount of energy required to stretch or increase the surface of a liquid by unit area. Therefore, as intermolecular forces are increased, surface tension also increases. هنا يقصد انه معنى اخر للsurface tension انه الطاقة اللازمة لزيادة مساحة سطح السائل، او القوة اللازمة لزيادة مساحة سطح السائل. ايضا هنا ليش؟ لانه قطرة الماء drop of water تميل ان تكون بشكل كروي spherical shape. ليش تصير spherical shape؟ يعني قطرة الماء ليش تكون بشكل كروي؟ لأن مساحة السطح إلى حد الحجم، مساحة السطح على حجم السطح تشبيهم في الكرة يكون أقل منها في أي شكل هندسي آخر. يعني يقصد إنه الكرة هي أقل الأشكال الهندسية حجما، لذلك drop of water تتخذ الشكل الكروي. ايضا هنا انه عند سطح السائل، ليش يصير عندي surface tension عند سطح السائل؟ لانه عند سطح السائل شنو يوجد؟ يوجد قوة غير متماثلة بين جزيئات السائل. هاي القوة الغير متماثلة بين جزيئات السائل شو تسوي؟ تؤدي الى ان تكون مقاومة سطح السائل للتمدد، تقاوم جزيئات السائل اللي تكون على السطح تكون غير متماثلة. وإذا كانت غير متماثلة ايش راح تسوي لي؟ راح تؤدي إلى أن تكون مقاومة سطح السائل للتمدد، يعني تخلي سطح السائل يقاوم التمدد، مما تحدث عندي عملية الشد، يصير عندي tension على surface area، على المساحة السطحية of the liquid للسائل. بخلاف الجزيئات الموجودة داخل السائل، الجزيئات الموجودة طلاب مثل ما موضحتكم بالصورة أمامكم، الجزيئات اللي تكون داخل السائل هاي الجزيئات شو تكون؟ راح تتعرض القوة متماثلة ومتوازية. مثل دا تلاحظون الأسهم هي هاي القوة المؤثرة على جزيئات السائل داخل، يعني داخل السائل مو على السطح، يكون داخل السائل تتعرض إلى قوة متماثلة من جميع الاتجاهات. ف
فراح يؤدي إلى حدوث تمدد، بينما على سطح السائل راح تتعرض جزيئات السائل إلى قوة غير متماثلة، وهاي القوة الغير متماثلة مثل دا تلاحظون بالسهم الأحمر شنو راح تسبب لي؟ راح تسبب إنه سطح السائل راح يقاوم لي خاصية التمدد، مما يحدث التينشن of the surface area of the liquid. عندي عدة factors affecting on the surface area، العوامل المؤثرة على surface tension، العوامل المؤثرة على الشد السطحي surface tension of the liquid. مثل ايش هاي العوامل طلاب؟ the stronger the intermolecular attractive forces the higher the surface tension will be. يعني كل ما كان عندي الـ intermolecular of the liquid تكون الـ attractive forces قوية، يعني القوة الرابطة بين جزيئات السائل كل ما كانت قوية، هذا يؤدي إلى أنه تكون الـ surface tension عالية. أيضا العامل الآخر اللي يأثر لي على الـ surface tension اللي هو الـ temperature. طبعا هنا العلاقة عكسية بين الـ temperature وبين الـ surface tension، كل ما تزداد عندي الـ temperature rising the temperature of the liquid reduce the surface tension، راح يؤدي إلى أن شنو يقل الشد السطحي، يعني راح يصير عندي تمدد ما راح يصير عندي تنشن. شنو السبب ليش كل ما ترتفع درجات الحرارة السيرفيس تنشن يقل؟ هنا نقول انه rising the temperature ارتفاع درجات الحرارة of the liquid increases the average kinetic energy of the molecules، ارتفاع درجات الحرارة للسائل راح يؤدي إلى شنو؟ زيادة الطاقة الحركية للجزيئات. وإذا زادت عندي الطاقة الحركية للجزيئات the increase the molecular motion makes it easier to stretch the surface. يعني شنو معناها؟ إنه إذا زادت عندي الطاقة الحركية للجزيئات راح يؤدي إلى أنه يجعل سهولة بالتمدد، انه جزيئات السائل راح تتمدد بسهولة على surface area of the liquid، وبالتالي راح يقل عندي شنو surface tension. ايضا عندي presence of impurities either on the surface or dissolved in it affect surface tension of the liquid. وجود شوائب او وجود مواد صلبة غير ذائبة في السائل راح تأثر لي على surface tension. شو تسوي لطلاب هاي الجزيئات الغير ذائبة في السائل؟ highly soluble substances increase the surface tension of water whereas sprinkly soluble substances reduce the surface tension of water. يعني كل ما كان عندي substances تكون soluble in the liquid، يعني تكون ذوبانيتها جدا عالية في السائل، هذا شو يسوي لي؟ راح يزيد لي من surface tension للماء. بينما إذا كان عندي مواد تكون غير ذائبة وقليلة الذوبان في السائل أو في الواتر راح تخفض لي من قيمة surface tension. هاي بالنسبة للعوامل المؤثرة على surface tension.